اصعب مشهد في اللي اتعرض، مش عايزه احرق اللي جاي عشان برضو ما ضايقكش، اصعب مشهد في اللي اتعرض نفسيا كان على حضرتك، في اللي اتعرض ولا في اللي جاي؟ لا انا كان نفسي في اللي جاي، بس انت هتقولي لا. اقول لك في اللي جاي. لا لازم، عشان ده متوقع طبعا، فلازم المواجهه ما بين مهندس خالد الشاطر والفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع. ده مشهد لازم هيبقى قوي اكيد جدا. ده مواجهه، ده يعني ده اللي هو فيه الصدام.